بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا نشرتنا مع النادي الاهلي اللي حصد بطوله السوبر المصري للمره ال14 بعد ما حقق فوز درامي على مودرن فيوتشر بنتيجه 4-2 في نهائي بطوله كاس السوبر المصري في المباراه اللي جمعتهم باستاد محمد بن زايد بالامارات. وسجل رباعيه الاهلي كهربا وحسين الشحات ومودست وكريم فؤاد. مودرن فيوتشر سجل فيه عمر السعيد ومحمد محمود. وفريق بيراميدز حقق المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على فريق سيراميكا بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح، وده عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، وده في المباراة اللي جمعتهم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات لتحديد المركزين الثالث والرابع لكأس السوبر المصري. ونادي ريال بيتيس الإسباني أعلن تجديد عقده مع نجم الفريق إسكو حتى عام 2027 ليواصل مسيرته مع النادي الإسباني اللي انضم ليه في الميركاتو الصيفي الفات في صفقة انتقال حر. وأعلن المدرب الوطني لمنتخب تونس جلال القادري قائمة المنتخب واللي هيشارك في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار مطلع السنة الجديدة 2024. وشهدت القائمة غياب حنعبل أو هاني بعل المجبري لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وضمت علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وغاب ثنائي الزمالك حمزة المثلوسي وسيف الدين الجزيري. والمدير الفني لمنتخب الكاميرون سونج أعلن عن قائمة منتخب بلاده لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 واللي هتقام خلال الفترة من 11 يناير وحتى 13 فبراير من السنة الجديدة. وجاء في مقدمة القائمة أندريا أونانا حارس مانشستر يونايتد، فيما تم استبعاد تشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونخ. والفرنسي جان لويس جاسيت المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار مستضيف النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا أعلن عن القائمة النهائية اللي هيخوض بيها البطولة. وشهدت القائمة غياب زها نجم فريق جلاتاس راي التركي بالإضافة إلى إيريك بايلي مدافع بشتكاش التركي، وبيتصدر القائمة هالر مهاجم بروسيا دورتموند وفوفانا لاعب النصر السعودي. واخر خبر معانا الدولي، بيرسي تاو لاعب منتخب جنوب افريقيا ولاعب نادي الاهلي تواجد بقائمه منتخبه النهائيه للمشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه بكوت ديفوار.